وهنبدأ إن شاء الله بعد دقيقتين يا جماعة. شكرا شركة تمام، ممكن تجويد عربي مفيش أي مشكلة خالص. أي حد عايز يشرح حاجة يسجل اسمه من الناس اللي هي الملتزمة. طيب إحنا اتكلمنا وقلنا الدورة دي واتكلمنا فيها كتير قوي وتعلمنا فيها كتير، يا رب تكونوا استفدتوا فيها وتكون درجة الاستفادة عالية. آخر محاضرة وقلت إن أنا هستخدم فيها برنامج الزوم، وهقول لكم هشرح لكم هكلمكم شوية يعني عن الشغل بتاعكم اللي هتقدروا تدخلوا. وطبعا كلمتكم قبل كده على ترايل إزاي تعمل محاضرة ناجحة، إزاي تقضي الترايل بنجاح. اتكلمنا وقلنا على الحاجات دي كلها. النهاردة هنتكلم على إزاي تشرح إسلامك وتبدأ منين وتعمل إيه وإيه الدنيا المقفولة دي اللي احنا عايزين ندخل نشوفها ونبص عليها، ده طبعا شيء. وكمان هنتكلم على تكنيك أو the technician of using the program of the Zoom، هنشوف برنامج الزوم إزاي هنستخدمه أو إيه هي المهارات وشوية التكنيكس اللي احنا بنستخدمه. طيب معلش طبعا النهاردة المحاضرة متأخرة، سامحوني عشان خاطر غرفة الزوم، وكان المفروض ان احنا ناخد غرفة عشان تكون اكبر، لان اكيد النهاردة العدد هيكون اكبر. لكن لو حضروا 86 المحاضرة النهاردة، اللي ما حضرهاش وحضر قبل كده هيخصم منه كتير، عشان قلت لكم محاضرة النهاردة مهمة جدا. هنشوف لسه هنختار العشرة ازاي، هنشوف الناس اللي هي معانا على الزوم وبتحضر وما بتغيبش. طيب أول حاجة هنتكلم، خلونا نتكلم بس على برنامج الزوم، وهنرد على الأسئلة في الآخر خالص يا جماعة عشان ما نتعطلش، لأن حضراتكم عارفين الوقت متأخر. أول حاجة برنامج الزوم، هشير لكم سكرين معايا، شير وايت بورد. سوري يا جماعة، أسفة، ما قلت لكم جاية من أجازة الزواج، واعذروني برضو إيه المصطلحات على بعضها. شير قصدي سكرين. الناس اللي بتقول أنا مش فاهمة حاجة، أكيد أكيد داخلة متأخر، أكيد ما سمعتيش، أكيد مش معانا في نظام. طيب إحنا دلوقتي عندنا برنامج الزوم، لو حضراتكم شايفين الأستاذة يارا بتقول أنا مش فاهمة حاجة، مش فاهمة الدورة من أولها ماشية على إيه، ولا مش فاهمة إيه اللي هيحصل. هنختار عشرة من حضراتكم، كل واحد هيدخل يا جماعة يجهز لمحاضرة فيه خلال ما تاخدش أكتر من ربع ساعة. هنختار لكم حوالي 4-5 أيام، كل يوم هيدخل 4 يدوا محاضرة، هيدوا محاضرة في ساعة، كل واحد ياخد الربع ساعة بتاعته يخلص، واللي وراه ياخد الربع ساعة التانية وهكذا، يعني كل واحد فيكم هياخد ربع ساعة. تمام؟ طيب خليني برضو أشرح ده في الآخر خالص، خليني بس أنا معاكم على برنامج الزوم. دلوقتي في ناس داخله، وعشان حضرتك اللي بتقع في الاختبارات، وده اللي انا شفته في الاختبارات بتاعه الاكاديميه اللي احنا لسه عاملينها مؤخرا، معذره يا جماعه اضطريت اقفل المايك، بس يعني ان شاء الله هقول لكم وهنقول باذن الله اللي عايز يدخل يدخل، ولو العدد مديناه شويه بقى 15 ما فيش مشكله، بس مش هنقدر نمده اكتر من كده. نقفل بس الزوم دلوقتي. حضرتك دخلت الزوم وفي اصوات والناس بتقول لها اقفلوا المايك مثلا، ما بيقفلوش المايك او ما بياخدوش بالهم وبيبقى في دوشه. شايفين كلمه مور عندها رقم 16 دي؟ نضغط عليها هيظهر لنا شاشه، الشاشه دي او القائمه المنيو هنلاقي فيها كلمه سكيورتي، هنلاقي فيها كلمه سكيورتي. ندخل على كلمة security علشان أقفل عليكم الصوت، أعمل unmute، يعني حضراتكم ما تقدروش تفتحوا المايك، بس في شرط، لو أنا مش عاملة mute all ممكن لاقي واحد لسه داخل جديد يروح فاتح، رغم أن أنت أو أنتي قفلتي المايك كله أو قفلتي الأصوات كلها. كده حضراتكم جربوا دلوقتي تفتحوا المايك، اكتبوا لي على الشاشة، حد عارف يفتح المايك؟ أدخل بس على الشات، اكتبوا لي كده يا جماعه لحد عايز عارف يفتح فيكم المايك. تمام، مفيش حد فيكم؟ في حد تاني عارف يفتح المايك؟ يا ريت تكتبوا لنا بس فضلا يا جماعه، انا عايزه الحضور، مش عشان حضور بالاسم بس، عشان
يبقى فاتح الزوم ورايح بيعمل حاجة تانية، مع احترامي لحضراتكم يعني، عشان يبقى اسمه حضر معانا الدورة وكده كده هيسمعها متسجلة تاني. لا أنا عايزة حضور، لأن الناس كلها هتجاوب والناس كلها هتشتغل، وهناخد النهاردة لقطات شاشة وهنشوف مين اللي حضر، وأنا عاملة لكم جدول حضور وغياب، يعني ما بيعديش عليا كده، ما باخدش زي ما بيقول الورق أحطه في الدرج، لا بتبعت لي الأستاذة أسماء المشرفة الحضور، وعندي اسم كل واحد فيكم حاضر من الأول، والجديد حاضر كام حصة وهكذا. طيب دلوقتي دخلنا على برنامج الزوم، قلت لازم أقفل الصوت، هدخل على سكيورتي وأدوس على الأنميوت، هيقفل الصوت كله. خلاص يا جماعة. طيب ستارت فيديو، عايزة أقفل الفيديو عند الناس كلها. لو أنت ما تقدرش تفتح الكاميرا بتاعتك هروح قافله لكم الكاميرا، ليه؟ أماناً. طيب الويتنج روم، لو شايفين حضراتكم اول حاجه هندخل فوق وترجمه ده، او معنيين الناس اللي لسه داخله المجال ولسه مش عارفه معاني برنامج الزوم، كان من اصعب حاجه في حياتي هو برنامج الزوم، اتحيلت على ناس كتيره قوي تعلمني. طب بتقول لي نقاط كده، ما كانش حد بيصبر معايا، ما كانش حد بيفهمني او بيرحم جهلي، فقررت ان برنامج الزوم ده هو اللي انا هكون فيه كويسه جدا. وطبعا يعني يا ريت ما نمنعش علم عن حد. اولا عندنا هنا كلمه اللوك، او اللوك، لوك بالبريتش او اللوك بالامريكان اكسنت، بنقول لوك ميتنج، يعني حضرتك هتقفل الميتنج، اي حد يجي يقول لي اوكي عايز ادخل، ما حدش هيقول له الميتنج مغلق او اجتماع مغلق، لو حضراتكم شايفين. طبعا مش هقدر اعمل كده لان في ناس لسه بتدخل. الويتنج روم لو حطيتها ناس تبقى على الويتنج روم وانا اعمل لها ادمت، يعني قبول، اعمل لها ادمت يعني قبول. حضراتكم عندكم كلمه هنا ها، او الجمله بتاعت هايد اول بروفايل بيكتشرز، يعني اخفي كل الملفات. دلوقتي انا لو دخلت على الشات بتاعكم على البارتيسيبنت الناس المشاركه، امنه حاطه صوره منتقبه، ايه حاطه صوره كده مصحف، احمد عبد الناصر حاطط صوره ورده، الاء حاطه او امنيه امينه حتى صورة كده لونها بلاك، أم عمر حاطة صورة، دعاء مثلا سماء. ركزوا يا جماعة عشان هخفي لكم الصور دي. طبعا حضرتك داخلة زوجك مثلا قاعد جنبك، في أخت مثلا متبرجة، يعني لا سمح الله أنت مش عايزة حد يشوف إن الناس اللي قاعدة على الفايلز دي أو شكلها إيه أو صورها إيه، الكلام ده كله. فتروحي عاملة إيه معذرة، ندخل على السكيورتي نعمل هايد أول بروفايل بيكتشرز، يعني اخفي لي كل الصور بتاعه كل الملفات. بصوا كده على البارتيسيبنت يا جماعه، امنه بقت زي ايه، بقت احمد، بقت الاء، ام عمر، كله مكتوب بالحروف زي ما حضراتكم شايفين. قفلت عليكم كل الصور الموجوده اللي ممكن نشوفها، بس عايزه ناس تعمل لي تشات وتقول لي هل حد شايف اي صوره لصور البروفايل؟ هعيد تاني، نجيب السكيورتي منين؟ هندخل حضراتكم شايفين تحت تمام، عند كلمة مور، مور يعني الأكثر من ذلك، أو تمام مشاهدة الأكثر، جميل، اضغطوا على الثلاث نقط. سيبكم من ريكورد، طبعا أنا عندي ريكورد بيسجل عادي، بس طبعا عشان دي أنا التليفون ما عنديش مساحة، هقفل هنا. بشكر شكر كبير جدا لشركة زوم أوفيس وتعاونها، ناس محترمة جدا قمة الاحترام يا جماعة. أنا يعني اللي عايز أي غرفة، اللي عايز أي حاجة، الشركة دي أفضل حد محترم في المجال اللي اتعاملت معاه. طيب سيبنا من ريكورد، ندخل على السكيورتي. العلامة دي مش فاكرة، بشوفها كده في التلفزيون كتير، ريال مدريد وحاجات كده غريبة معرفش، علامة كده اللي انتوا شايفينها. هندخل على كلمة أول حاجة زي ما قلنا المور، هتلاقوا السيتنجز أو الضبط أو الأوضاع. فهنقول هنا لوك ميتنج، يعني هتقفل طبعا مش هقفلها، اللي هيجي يدخل يقول لك اجتماع مغلق مش مسموح لك حتى تبعت او تدخل. ويتنج روم، هتدخل الغرفه بس على غرفه الاحتياط لما يقول لك ادمت، يعني انا قبلت ان انت تدخل فانت تدخل. هايد اول بروفايل بيكتشرز، يعني اخفي كل الملفات زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا يعني جيت قلت كلمه مش، او جيت قبل كده قلت للناس الدفعه قبل كده فدخلت على الزوم سامحوني، كنت برضو هغلط نفس الغلطه واقول لهم زي ما حضراتكم شايفين نفسكم مخفيين كده، سوري يا جماعه مش مخفيين، البروفايلز بتاعتكم هي اللي مخفيه مفيش. طيب ندخل هنا، قلنا السكيورتي، عندكم شير سكرين، شير سكرين انا قفلاه، مفيش حد فيكم يقدر يشير،
يعني انتوا لو جيت واحده تشير من عندك مش هينفع، لكن انا لو فتحته يبقى انت تقدري تشيري، لو قفلتي اي حد فيكم يلحق هيشير. شات ويز، شات ويز دي بقى اللي ممكن اقفلها. كلمه شات ويز لو دوسنا عليها، لو حضراتكم شايفين شات، شات ويز اهي، عندكم كلمه ايفري وان يعني اي حد يقدر يكتب، نو no وان يعني لحضراتكم محدش يقدر يكتب، مفيش حد فينا يكتب اصلا. هوست اونلي يعني انا اللي اقدر اكتب بس. ايفري وان بابليكلي يعني كل واحد بشكل عام ماشي، او حد يكون احنا محددينه معين، او ايفري وان هو ايفري وان افضل حاجه هتستخدموها، يا اما هوست اونلي يا اما ايفري وان، مش معقوله هتقفل على نفسك يعني، يا اما انا بس يا اما كلنا مع بعض. وعندنا تحتها ستارت فيديو، طبعا هقفلها عشان الناس اللي بتفتح الكاميرات بالصدفه، والناس اللي بتاكل كفته في محاضراتي، والناس اللي بتاكل سندوتشات جبنه رومي بشوفها، خلي بالكم يا جماعه، فايه يعني اللي بتفتح كاميرا غصب عنها. انا اتاكل في محاضراتي كفته وجبنه رومي، يعني ده بحاجه اكتر من كده. المهم رينيم، عندنا رينيم اعاده تسميه، والانميوت زي ما قلت لحضراتكم بنقفل الصوت، فرينيم اعاده تسميه. يعني مثلا امنه الخميس، هدوس عليك يا امنه معلش انت اول واحده بتظهري، رينيم هسميكي قدامي انا امنه اهو، امنه سامحيني امنه هرجعك تاني، مثلا امنه بقى اسمها ايه يا جماعه؟ بقى اسمها امنه، عايزه اغير الاسم، ما تجيش واحده تقولي زهره اللؤلؤ ومش عارفه ايه، وانا مش عايزه حد يشوف الاسم مثلا، فهغير الاسم، هعمل لك رينيم امنه الخميسي تاني، الخميسي، وهرجعك. خلاص يا جماعه. طيب ايه كمان؟ شات، سوري، الله يبارك فيك، سكيورتي، قلنا خلاص انيوت. ريموف بارتيسيبنت يعني عايز تمسح حد من الناس اللي موجوده هنا، الناس اللي بتدخل ده شرف ليا عادي مفيش مشكله، اللي بيدخل من اكاديميه وتخفي في اسم اخر طبعا بنبقى عارفين، واللي انت داخل من مكان مش هقول لحد لا، او انت داخل تشوف حنان بتدي ايه عشان تدي زيها، شايف حد بيقول حاجه سيئه تلتقطها، الحمد لله ما حدش بيقول حاجه سيئه اللهم لك الحمد، على مدار السنوات ما حدش بيقول ولا اي حاجه سلبيه بفضل الله. خلاص؟ طيب طبعا مش هعمل ريموف سيتنجز، كلنا هنمسح اي حد مش عايزين. خلاص؟ يعني ريموف سيتنجز مش عايزين حد معين، وطبعا ايه؟ خلينا نسيبهم لوجه الله الكريم. كل ده من كلمه سكيورتي، ده اللي هنستخدمه افضل شيء. في حته اخرى لو دوستوا على الثلاث نقاط بتاعت مور هتلاقوا عندكم تحت الشات enable original sound، enable original sound يعني الصوت الاصلي، مكننا من الصوت الاصلي، الغي الصوت بتاعك ده ودينا الصوت الاصلي لما تدخل على الحاجه ذات نفسها. لو حضراتكم عايزين تشيروا هتستخدموا دي امتى؟ اضغطوا عليها كده السهم، بصوا يا جماعه قفلتها ازاي، اول ما تلاقوا سهم قافل عليها من الموبايل، اول ما تلاقوا السهم قافل كده اعرفوا ان انتوا لو دخلتوا لليوتيوب وجيتوا شيرتوا حاجه هتلاقوها صوت الفيديو طالع. الناس اللي بتقول لا اصل الفيديو او اليوتيوب ما بيظهرش الا على اللابتوب، لا يا جماعه بيظهر كمان على الموبايل، جزا الله خير الاخت اللي كانت قايله لي النقطه دي من فتره كبيره. خلاص يا جماعه، وبقى عشان صوتك هيكون واطي. لغز ايه؟ بوست فقط. سوزان محمد، هو والله ده يعني مفيش سكيورتي ولا ريكورد، حاولي تحدثي الزوم، هو بيختلف من موبايل لاخر، حاولي تحدثي. انا قلت لكم على شويه تكنيشن تستخدموها. طب التكنيشن الاهم ايه؟ اللي هو اللي لسه قايله لحضراتكم عليه، اللي هو ده الشات، اللي هو قصدي انيبل اوريجينال ساوند، لما تحب تشير فيديو من على اليوتيوب وانت قاعد سامعين صوت الفيديو. لحظه كده، اقول لكم على اليوتيوب انت اخويا مظبطه صراحه، ف يا رب ما اطلعش العاب او حاجه كده. الله المستعان، يعني الله المستعان، انتوا حظكم. لا في سمك القرش واطفال جميل، مفيش مشكله. هدخل على نعمل كده بس قناتي مثلا، مثلا نيجي اهو، ده اول حاجه ظهرت قدامي،
اسمعوا كده يا جماعة وهتقولوا لي الصوت واضح ولا لا، وهرجع اشوفه على الشات. هل الصوت واضح عندكم ولا لا؟ يا ريت هقفل اهو تاني، قولوا لي هل الصوت واضح ولا لا. نعمل كده بس، ادخل على الزوم، قولوا لي كده الصوت بعيد. طيب لحظة هعمل كده، هعمل لكم الصوت ده تاني. شوفوا كده يا جماعة. طيب هدخل تاني على اليوتيوب وشوفوا الصوت واضح ولا لا. لازم تقفلوا النون اوريجينال ساوند، انا حتى مش سامعه صوت، مش عارفه ليه الصوت واطي عندي. ممكن يكون من الجهاز عندي الصوت اصلا واطي بتاع اليوتيوب مش بتاع الزوم. المهم كلنا عرفنا ان انا عشان ادخل واعمل صوت الزوم يطلع او صوت اليوتيوب يطلع لازم، معلش هو المشكلة عندي أنا في الموبايل، لازم أعلي الصوت ذات نفسه بتاع الوسائط. المهم إن خدوا لقطة شاشة للديسيبل أوريجينال ساوند، لازم نضغط عليها يكون العلامة دي موجودة علشان يظهر لنا الصوت على اليوتيوب. خلاص؟ الميتنج سيتنجز اللي هي، خلينا نفتح الأنوتيت، الانوتيت اللي هي عارفينها كلنا، بس سوري يا جماعه. عندنا الميوت فون انتري، يعني ايه؟ اللي جاي اللي هو اللي بيدخل مفيش صوت، يعني انت دلوقتي داخله الغرفه مش لازم يعمل لي ترن، مش لازم يفضل يديني اصوات مزعجه. في اصوات انا ببقى عايزه اشغلها وفي اصوات ببقى مش عايزه اشغلها. طيب بصوا هنا تحت عند كلمه show names of annotators، لو واحدة فيكو مسكت وشخبطت لي على الشاشة بعرفها، مش قصدها يعني، هقولك مثلا خلي بالك يا أسماء، خلي بالك يا دعاء، خلي بالك يا ولاء، انت ماسكة القلم. فهنا بيقول لي show names of annotators، قول لي أو قول اسم الناس اللي ماسكة الانوتيتورز، اللي ماسكة القلم وعمالة تعمل وترسم أو ماسكة القلم مش واخدة بالها. show name when participants join، وريني اسم اللي بيدخل، ما أنا لازم أشوف فوق يقول لي فلان غادر فلان دخل، لازم اعرف الاسم ايه، لازم اشغل الخيار ده. طبعا لما تسمعوا المحاضره تاني وتوقفوا وتركزوا انا بقول ايه هيبقى سهل بالنسبه لكم. نرجع بقى عشان ايه اقول لكم على نقطه الشير المهمه. طب استنوا كده يا جماعه، قولوا لي سامعيني ولا طب لحظه. سامعين كده يا جماعة؟ طيب قولوا لي الصوت كده تمام. معلش أنا قفلت، هي المشكلة كانت في المروحة، أنا آسف. رجعت الصوت خلاص كده يا جماعة. طيب الحمد لله، يبقى خلاص كلنا عرفنا شوية الحاجات التكنيشن اللي احنا نستخدمها. أهم تكنيشن بقى وهو إن احنا نشير الملف اللي احنا عايزينه. سيبوني أتكلم معاكم بقى في نقط مهمة، ركزوا معايا كده فيها. نعمل ستوب شير دلوقتي يا جماعة. عندنا كلمة شير، أو خلينا هنا نعمل شير سكرين مفيش مشكلة. هقول لكم تعملوا اللينك ازاي. خليكم بقى شاطرين وحلوين كده وركزوا معايا يا جماعة، عشان في شوية كلام مهم قوي على تكنيشن استخدام الزوم. شايفين كلمة تحت ستوب شير؟ هي بتبقى خضراء، هو بيقول لي ستوب شير، هي حمراء لان انا شغاله، انا عامله شير سكرين، حضراتكم شايفين الموبايل قدامي. فهقول لكم ركزوا معايا، ستوب شير او شير بقول له شير اما فوتو، حضراتكم عندكم شرايح فبتشيروا الفوتو، او شير سكرين تدخلوا على الملف ذات نفسه. طب لو ناس حاطه صور او حاطه ملفات ومش عايزاكي او ما ينفعش انك تدخلي تشوفيها او ما حدش ينفع يدخل يشوفها، زي ما انا برضو ببقى عندي خصوصيه، فما ينفعش
اعمل شير سكرين وادخل على الملفات على طول. ما تقلقوش يا جماعه، انا بشرح، انا عامله شير، بس اهم حاجه تكونوا شايفين ان انا مشيره شاشه الزوم. طيب دلوقتي الكل ده يعني ما يختلفش معايا، وركزوا كده، لما بتخزنوا على الموبايل، على جاي لكم ملف على الزوم على الموبايل عادي، ممكن كل 3 شهور او 6 شهور تلاقوا الملفات بتاعتكم مش موجوده، فبنعمل ايه؟ ايوه برافو عليك يا سندس، قناه التليجرام. قناه التليجرام هنزل عليها كل الملفات بتاعتي. يعني مثلا ما ناخد كده شير سكرين، بدء الان، وير از ماي تليجرام؟ تليجرام اي ثينك اتس هاز جام اي ثينك يا اوكي. هنا عندنا قناه التليجرام، عندنا هنا قناه، لو تلاحظوا قناه ملف يا رب الصوت ما يكونش راح. عندكم هنا قناة ملفاتي ومستنداتي وشغلي. القناة دي أي حاجة بعملها بحطها، أي لينك بحطه زي ما حضراتكم شايفين، يعني لدرجة إن مثلا النساء حبايبي، فيديوهات شايفين فيديوهات الطبخ بتاعتي دي، اللي عايز أي فيديو طبخ يقول لي بس بره المحاضرات. خلاص يا جماعة، بعمل لنفسي قناة وحط عليها، بعمل كلاسيفيكيشن، أو الناس بتوع اللغة الفرنسية كلاسيفيكاسيون، أو اللي هو تصنيف زي ما بيقول. خلاص كلنا عرفنا. طب دلوقتي أنت دخلت وشيرت ومفيش أي حاجة، طب دخلنا شيرنا الملف ومش لاقيينه، وقعدت تدور، وبيحصل كتير مش بتلاقوا الملف ومش عارفين اسمه إيه، عشان تكتبوا في البحث أحيانا الملف ملوش اسم، بيبقى مديه رقم مثلا معين واسم الملف كده بأرقام وحاجة كده معينة، كود معين مش عارف. فتعمل ايه؟ هقول لكم على حاجة حلوة قوي، بدخل يعني دلوقتي هنا عندنا دلوقتي مثلا الفايل، اهي الفايل خلاص، بدخل عليها بس مش من على الزوم، يعني حضراتكم اسيبكم على الزوم واجري بره اروح ادخل على الفايل. لقيت طبعا اسماء فايلات اهي، اول ما دخلت على الفايلز قلت له تعالى انت كنت فين؟ ده انا كنت بدور عليك وانت ما ظهرتش ليه على الزوم؟ اعلم عليه واضغط عليه واعمل له مشاركه شير، واجري على قناه التليجرام احطه، وانا بقى بشرح اعمل لكم شير سكرين زي ما دخلت لكم دلوقتي على التليجرام واشيره. يعني انا بلحق نفسي باي شكل من الاشكال، تمام، بلحق نفسي باي شكل من الاشكال. يبقى بدخل تاني يا جماعه على مثلا، خليني معاكم شير سكرين، بدخل على ملفاتي، بدخل على شير سكرين ملفاتي مثلا اهو يا جماعه. فين الملفات؟ التليفون ده غريب قوي بس يعني ايه، هنتأقلم. اه سامسونج، هي مكتوبه فوق سامسونج كده اهو، هتلاقوا كلمه ملفاتي، ادخلوا على ملفاتكم، هاتوا بقى مين بعت لكم الملف، انتوا حافظينه وحافظوا على مكان معين، اهم حاجه اعمل له شير على التليجرام، اهو منه حفظتوا الحاجه بتاعتكم، ومنه ان انتوا الملف لقيتوه بسرعه، وانا مهما يعدي وملفات تتمسح ملفاتي حافظاها على قناه التليجرام، مهما انقل من موبايل بتبقى معايا نفس القناه بس على نفس الرقم. خلاص يا جماعه، ده بالنسبه لبرنامج الزوم، بالنسبه لبرنامج الزوم. في حد عنده سؤال قبل ما انتقل الى الاسلاميك؟ بقول الشرح بس. اه حد سألني سؤال هنا برضو، كان تعملي شير على التليجرام ازاي؟ اضغطي على الملف، اضغطوا على الملف هيقول لك مشاركه، واياك يا رب، اضغطوا على الملف في ايه هيقول لك مشاركه، هتلاقي واتساب هيقول لك مزيد مثلا عايز اضيفه فين، اطلعوا التليجرام واختاروا البرنامج وقولوا مشاركه. يعني تعالوا معايا مثلا، يعني هقول لكم حاجه كويسه، اعمل لكم شير سكرين، مش عارفه اشوف الكلام دلوقتي بس
شير سكرين مثلا. نفترض مش هقدر ادخل على ملفاتي طبعا، الملفات عندي بتظهر الصور فوق، مثلا برنامج الاي نوت، اهو الاي نوت، نفترض ان ده ملفاتي، انا عامله ملفات البرايت انجلش والكلام ده كله. خلينا ناخد حاجه تكون مثلا نور الباين اهو، افتحه بس الاول يا جماعه يكون شغال. اه هو ده. انا طبعا انا مش عايزه اشارك هذا اسم المكان. شايفين اي ملف هتضغط عليه هيقول لك مشاركه، اختار اللي هي عامله علامه اكبر منه وفيها كورتين اللي هي علامه المشاركه فوق اهي، هضغط عليها يقول لي مشارك. هنا بقى في خيارات، عندك واتساب، عندك مش هيقبل طبعا ماسنجر، واتساب، عندك التليجرام او التليجرام، التليجرام على مثلا قناه ملفاتي وشغلي او الرسائل المحفوظه، اي شيء، اي حاجه، اي حاجه بنحطها وتعمل له اوكي شير، مفيش اي مشكله منه خالص. خلاص يا جماعه، طيب نشوف بس الشات وبعدين ننتقل على الاسلام. هو اللاب طبعا الامر ايسر كتير، ولكن يعني الناس اللي شغاله لسه مبتدئه وما عندهاش لاب كتير قوي. اه ممكن ما عملتش الاوديو، ممكن ما كنتش شفتها. طيب آه، هي مش خاصيه عدم الازعاج، هو انا ما عملتش معذره ان انا ما عملتش اللي هو وضع طيران وسبت البيانات الهاتف شغاله، مفيش مشكله. تمام خلاص، كلنا اتكلمنا شويه على الزوم وفهمنا الحاجات ونمشي امورنا ازاي، وما تبقاش واقف مثلا على المحاضره او داخل، يعني انت لو ليك عذر في الانجليزي هتيجي تقول مثلا تعمل شويه وتقول بلاش، مش عايزين حته ادي، نخلي بالنا منها. طيب دلوقتي هنتكلم على الاسلامي، الكلام ده ازاي اعمل قناه على التليجرام، ازاي تعملي، تعالي نعمل كلنا الناس اللي مش عارفه تعمل قناه على التليجرام عشان خاطر واللينك اللينك الثابت، سيبوني هجاوب على السؤالين دول وادخل على الاسلام. عايزه اعمل قناه على التليجرام، هعمل مثلا معاكم قناه واجبات دفعه ثالثه تصميم، انا عايزه اعمل ايه؟ جروب وقناه هينزل عليها تسجيلات. لحظه خليكم معايا اهو، عايزه اعمل قناه، خليني بس ده هنا كده. بصوا يا جماعه، بصوا هنا، شايفين القلم ده؟ أول ما تفتح التليجرام هتلاقي قلم في دايرة كده ناحية اليسار، أمسح لكم بس عشان إيه كلكم شفتوه، نقفل الأنوتيشن، هضغط عليه ظهر لي مجموعة جديدة، محادثة سرية جديدة، قناة جديدة. عايز مجموعة الناس تكتب فيها الواجبات وتمام، عايز قناة هنكتب قناة، هقول له آه، يقول لي اسم القناة ايه؟ قناة هنا تسجيلات، تسجيلات، فكريني ابعت لك اللينك يا اسماء، دفعة ثالثة تصميم. اهو يا جماعة بكتب الاسم، الوصف ان مثلا تعليم كذا وكذا وكذا، ما مش محتاجة وصف، القناة تعليمية، دورة التصميم، ممكن الوصف ده تحطه مواصفات الدورة اللي حضراتكم هتنزلوا تسجيلها، واعمل له اوكي. عايزها قناة خاصة ولا عامة؟ لا خاصة، لأن دي ما ينفعش إن هي أي حد ياخدها. هقول له أوكي إعدادات القناة بس. مش دي قناة؟ طيب جميل، معلش يا جماعة. مش دي قناة؟ هيقول لي عايز بقى مشتركين، مش سميت القناة؟ ما ينفعش، لازم تعمل مشتركين. فهضغط طبعًا بس أسماء صلاح، أنا بعملها لكم مباشرة يا جماعة. اسمها يلا اسمها بتوع بني سويف طلعوا في اللي بالك اهو، وخلاص انا وهي بقينا مشتركين في القناه. القناه دي بس مفتوحه عندي انا واسماء، لكن حد تاني يا دوبك هيشوف التسجيل. طب لو عايزه مجموعه، خليكم معايا عشان اعمل معاكم مجموعه جديده. المجموعه دي لازم في المجموعه اضيف الاول بقى، المجموعه بيجي يقول لكم اضيف الاول، فهروح ضايفه اللي انا عايزه اضيفه، وبعدين ابقى ابعت اللينك اسماء مثلا صلاح. ماشي، واجبات، سوري، واجبات دفعة ثالثة تصميم.
بس ما فيهاش اي حاجه خالص وفيها عضو. طب انا عايزه ابعت اللينك، عايزه ابعت اللينك، هدوس فوق يقول لي ابعت اللينك منين. في ناس اللي قال مش عارفه تبعت لينك التليجرام، دوسوا عند كلمه اضافه عضو، اضغطوا عليها هتلاقوا فوق بيقول لك استخدام رابط للدعوه اللي هي عليها علامه الاتاتشمنت دي، قول له نعم هيجيب لك رابط الدعوه، اما تعملوا مشاركه واما تعملوا نسخ، الاثنين ما فيهمش حاجه. تمام كده، ادي الواجبات وادي القناه. نرجع تاني نشوف عشان نقول لكم اللينك ازاي. هقول لك ليه اشترطوا ان يكون معاكم لاب، هقول لكم ليه. اولا هقول لكم بس على اللينك بتاع الزوم بيتجاب ازاي. اول ما تدخلوا، طبعا مش هينفع دلوقتي، هقول لك الباوربوينت. حاضر، هتكلم على الباوربوينت وفي الاخر هتكلم على الاسلاميك. معلش تحملوني النهارده مش هطول كتير، بس عشان امام الله انهي الحاجات في الاخر. هقول لكم اسهل في التعامل وعشان نقطه كمان. اللهم صل على سيدنا محمد، بس ما نكتبش على الشاشه عشان انا من النوع اللي لو اتكلمت في حاجه تانية بنسى. اللهم ذكرنا بالشهاده. قلت يا جماعه اللينك ابعته ازاي؟ نفترض انا معاكم اهو، بس طبعا مش هينفع ابعت اللينك دلوقتي كده عشان انا ايه ماسكه الموبايل فاتحاه كانكم مش معايا على الزوم. اول ما اضغط اوكي هتلاقوا على الشاشه الاتي: شات 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 سوري شير وايت بورد. هتلاقوا ثلاثه مستطيل، هقول لكم ليه. هتلاقوا كده مستطيل في النص، وهنا وهنا، ده مكتوب عليه send invitation، ارسال رابط الدعوة، وده مكتوب عليه start عشان تبدأ الاجتماع. اول ما تدوسوا على send هتلاقوا قائمة، خدوا في القائمة دي آخر خيار فيها، وأول ما تضغطوا عليه معناه إنه نسخ، وهتروحوا تشيروا، هتروحوا تشيروا. إيه اللي هيحصل؟ هعمل لكم شير سكرين، هيجي لكم الرابط ده، هيجي لكم الشكل ده. أنا بقول لكم عشان تكونوا مجهزين الرابط بتاعكم بأسهل الحاجات. الناس اللي ما عشان بصوا بجيبها لكم يعني مش بالطرق الداخلية، لا بالحاجات السهلة جدا. شير سكرين، بدء الآن. خليني ادخل لكم على الواتساب، معلش مضطرة. اي واحدة صاحبتي لا تبعتيش حاجة عشان انت كده ايه ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. ادارة العمل، شايفين هيبعت لكم دي، شايفين كبيرة قد ايه، احنا مش محتاجين منها اهي. حنان شودي is inviting you to a scheduled Zoom meeting topic وال personal meeting room. اي احنا مش محتاجين منها الا ده. بصوا الانوتيشن بتاعنا ده مش محتاجين منها الا الاخ اللي بالازرق اللي بيبدا بال HTTPS رقم الايه اليو ار ال، هو ده. اضغطي عليه وانسخيه وبعتيه، اضغطوا عليه هو ده بقى. يعني بلاش تبعت، لو هو واحد فاهم في الزوم هيلف في البتاع الكبيره العريضه دي ويروح ضغط على الحبه الزرقاء دي، تلاقي حد ضغط على حاجه ثانيه. ليه بقى الطويل العريض ده مهم؟ عشان هيطلع لكم الميتنج اي دي، الباسكود، فيبقى عندكم. انا في اداره العمل بتاعي انا والمشرفه بتاعتي عامله لي جروب، وهو ده الشغل اللي احنا بنديره عن طريق جروب، انا وهي بنحط عليه الشغل. خلاص يا جماعه، سوب انوتيشن سوب شير، خلاص كلنا فهمنا. طيب تمام يا جماعه، خليني اشوف ممكن من خلال شاشه الزوم بالضغط على كلمه زوم يظهر الرابط مباشرة، ممكن. بس الناس، هي المشكلة، يعني هقول لحضرتك حاجة، في ناس بتستخدم ما عندهاش نفس الإمكانيات، هتقول لك ما ظهر ليش، فأنا سايبة الحاجات دي وبجيبها لكم بالطريقة البدائية جدا جدا اللي تسهل لكم أمور. هل اللي أنا قلته ده هيخل في شيء؟ لا، تعالوا كده، تعالوا مثلا أنا أهو هقول لكم حاجة، أعمل شير عشان بس الناس تتعلم معايا، ما نصعبش على نفسنا حاجة، كله نشتغل وبعمل أحلى شغل. شير سكرين، دخلنا مثلا هو على الواتساب على الاداره، انا خدته ده وعملت هنا على الزوم، رحت عامله كده تحت، راح ايه
لصق، راح قال لي ايه لصق مثلا، فده بتاع الدفعة التالتة. عملت ايه لصق، فبعد ما شاء يا جماعة حد عمته ايه ده، حد كتب حاجة. طيب هنا انا اول ما اشوف اروح اخده ده دايسه عليه، حضراتكم شايفينه علم، شايفينه يا جماعه تم نسخ الرابط اهو، شايفين كتب ايه، اضغط عليه ضغطه، هو بيقول لي تم نسخ الرابط، حجري حجري على ايه بقى، حجري على التليجرام، ايه هي قناتي ومستنداتي وشغلي، واروح حاطاه، اللي عايزني حاجه اللي عايزه هدخل على طول واعمل له نسخ وابعته، من اسهل الاشياء عشان الناس ما تقولش اصلي مش عارفه اصلي تليفوني. فلذلك عملت لكم حاجه تعالج ان انا تليفوني ما فيهوش نفس التكنيشن، انا تليفوني انا تليفوني انا بشتغل من هنا ما فيهوش اي حاجه. خلاص كده يا جماعه خلصنا كده شويه الكلام على الزوم، ويا ريت تراجعوا المحاضره عشان تستفيدوا من شويه المعلومات. نيجي بقى عند الاسلام، وخلوني اتكلم وهقول ايه اللي بيبدا بيه واللي بقوله واللي ينفع اقوله وسن ايه والكلام ده كله. محتاجه اتكلم في الاسلام شويه معلش، لان الاسلامك ده شغلي اصلا، فمضطر اكلمكم واوضح لكم بس الصوره في حاجات كتيره قوي عشان الناس اللي لسه داخله المجال. ما ينفعش نكتب على النت قطعه بالانجليزيه عن الصلاه، قلتها كتير، عن مثلا الزكاه الالمس جيفنج، عن مثلا الصدقه، عن الدونيشن تبرعات، عن اي حاجه من الحاجات ما ينفعش. تمام، لان حضراتكم بيبقى في كلمات ما ينفعش ان انا استخدمها. يعني ايه؟ وهقول لكم الاول العواقب، ونخلي بالنا اللي يجي حد يقول لك هتشرح اسلامك، لا خلي بالك مره واثنين وثلاثه، الاسلامك حاجه مش هينه، انا اللي بقولها لكم واللي بسهل على الناس، بس بقول لك الاسلام قصدي الاسلامك امانه وحاجه مش هينه. نيجي مثلا جيت معلمة عندنا من المعلمات، مش من وحي نوحة طبعا، فكان في الأكاديمية العربية الكندية من حوالي 9 سنوات. الطالب بتاعها طبعا سامحوني إن أنا بقول الكلام ده، استغفر الله استغفر الله، طبعا بيقول لي I hate the prophet نوح، بيكره استغفر الله سيدنا نوح. مين السبب؟ المعلمة. المعلمة بقلة أو التكنيشن في استخدام الكلمات يا جماعة كرهت الولد في سيدنا نوح، فبقى متخيل ان نوح اتخلى عن ابنه ومشي. الاخت ما استخدمتش الكلمات اللي تبين للطالب ان نوح امر من رب العزه جل وعلا، تمام، وان المركب استوت، طبعا احنا عارفين انه استوت على الجدي والقصه دي، وان هو قال لابنه تعالى وابنه رفض امر ابوه واللي هو من امر ربنا. فالاخت الولد باباه كان قاسي اصلا، الولد اللي هو الأجنبي ده بابا كان قاسي، فهو طلع كره كمان اللي هو والده على الكلام اللي المعلمة ظبطته له كده، فالولد كره سيدنا نوح وحس إن هو أب استغفر الله مش كويس عشان ساب ابنه. فخلي بالكم دي من العواقب. طيب الناس اللي أنا بشرح، أو الناس اللي طبعا هكمل كورس الإسلام الحمد لله بفضل الله، كورس التحفة اللهم لك الحمد، نقفل كله ويتبقى لنا ده، وهو الوقية. الأخت معرفتش تستغل الأسماء أو الحاجات الكويسة. يعني مثلا تعالوا كده، ما عندكم كلمة tolerance، مين يقول لي كلمة tolerance يعني إيه؟ أكيد طبعا الناس اللي معايا في الإسلامك هيقولوا معلش tolerance يعني إيه tolerance؟ ماشي جميل، التسامح. مين الناس اللي في معايا في الاسلام؟ برافو عليك يا روضة، روضة الناس كلها قالت تسامح بس روضة ومريم قالت العفو. برافو يا مريم الشيخ، ليه؟ لان هم دارسين وفاهمين ان tolerance معناها تسامح، لكن لما اجي اقول ايه الفرق بين tolerance، انا عايزه اقول العفو والمغفره. tolerance خلونا بالعربي، وforgiveness او forgiveness، forgiveness G-I-V-N-E-S-S suffix A-N-E-S-S. دلوقتي لما اجي اقول ايه الفرق بين العفو والمغفرة،
لما المغفرة، العفو والمغفرة عامل زي ورقة الكراسة اللي هي البيضة أو المسطرة. حضرتك تعالي اكتبي بالقلم الرصاص، وتعالي هاتي الإريزر أو المنحاة أو الجومة وامسحي، هتلاقي آثار لكتابتك إن الصفحة دي كانت مستعملة من قبل حتى لو مسحتي عليها بالقلم الرصاص. أما المغفرة، تعالي كده امسكي الصفحة وكأنها صفحة جديدة لم يستخدمها شخص من قبل، معلش ادغام بدل الدنيا، من قبل. خلاص؟ طيب، اللي هو الفرق بين التوليرانس والفورجيفنس. التوليرانس هو العفو، بعفو عنك، ربنا بيعفو، التوليرانس، تمام؟ خلاص؟ أما الفورجيفنس، المغفرة، نعم، بدون حساب أو بدون قيود. خلاص، يبقى انت في الاسلامك عايز تشرح تفرق بين الاثنين. طب انت دلوقتي عايز تشرح، وعايز تشرح ايه الفرق بين الصدقه والزكاه، تمام؟ طيب، نيجي هنا. نعم، بس انا بجيبها من ناحيه تانية النقطه، بشرحها من نقطه لازم نشرحها للطالب كمان، تمام؟ اه يا جماعه، معلش سوري، أنا بس عشان الوقت متأخر وقلقانة. آه نعم، العكس، معلش، قصدي أنا بقول يعني المغفرة هي اللي ليها أثر، أما العفو بيكون ما فيهوش خالص، تمام؟ هي بس إن أنا غلطة لسان فقط، لكن اللي أنا ده اللي أنا أقصده. طيب، عايزة أقول لكم، خلينا كده ممكن بس نوقف الكلام على الشاشة لو سمحتم. طيب خلينا بس فضلا نوقف. طيب، عندنا ايه الفرق بين الصدقة وفرق بين الزكاة، تمام، اللي هي الالمس جيفينج. الالمس جيفينج، تشاريتي، الصدقة، تمام. لا، انا مش بقول بالعربي، خلي بالكم. فانا عشان اقول صدقه بقول شاريتي، لازم ارسم رسم صوتي للكلمه، لازم اكتب كلمه صدقه، لازم كلمه صدقه كتب يا جماعه. الناس بتوع الاسلامك بقى ايه، بيمارسوا الهوايه وشغالين، خلي بالكم يا جماعه، احنا بنقول عن الناس حلوه. الصدقه والزكاة، يبقى احنا هنا بنكتب، مهما تكتب charity او alms giving، فهو لازم اكتب كلمة صدقة او زكاة. وده الرسم الصوتي اللي اخت الزهر كتبته، في يعني حد من الناس يعني قاعد بيقول وعيضحكوا عليك ويقولوا لكم الاسلامك ده انت بس تدرس وتروح. لا يا جماعة، ده اللي هو بيقول كده، يبقى انت لا تفقه شيء بالاسلام. ده مع احترامي، رغم ان انا والله عمري ما اتكلم اي كلمه زي دي، بس خلي بالك اسلامك يعني انت عارف تطلع الكلمه الصح في الوقت الصح. طب يا جماعه، انت عايز تشرح، خليكم معايا، انت عايز تشرح لطالب ايه الفرق بين صوم المسلمين وصوم المسيحيين في كلمه بالانجليزيه. مش انا مش عايزه تفسير بالعربي، انا عايزه الكلمه بالانجليزيه، اختيار الكلمات. طب دلوقتي اللي هو الفاستنج، صح كده؟ الناس معايا مختلفه ولا كلنا بنقول ايه فاستنج؟ بس بتوع الاسلامك بقى المواهب بتاعتكم، الفاستنج. حضرتك المسيحيين بيعملوا فاستنج، والمسلمين بيعملوا فاستنج. طب انا طالع من الاسلام ومسيحي وده بيصوم، والمسيحيين بياكلوا والمسلمين لا، يبقى مين افضل؟ استغفر الله، انا هفضل بتاع المسيحيين، صح؟ استغفر الله، انا لسه في الدين. انما لما تقول له ان الفاستنج، تمام، فاستنج اللي هو الصيام، اس، نعمل داش عشان دي لام شمسيه بمعنى داش، الصيام، يبقى انت حضرتك اديته ديفينيشن خاص بالمسلمين. الفاستنج اللي هو الصيام، اتس سبيشالايزد تو مسلمين، تو مسلم، سبيشالايزد specialized to. طبعا الاسلامك ده باع، يعني انا بس بقول لكم ايه ليه المفروض ان انت مش اي حد يشرح اسلامك.
طيب نفترض عندنا كلمتين، تمام، خلينا ناخد نيو. نفترض مثلا عندنا كلمة surrounding surrounding surrounding، وعندنا مثلا كلمة للي هي yield أو giving up أو أي حاجة من الكلام اللي هو الاستسلام، الاستسلام لله جل وعلا. لما حضرتك جيت أو أنت جيتي بره من عيد ميلاد صاحبتك مثلا، صديقة ليك، وجيت الساعة 10 بالليل زي بابا الله يرحمه ما كان بيعمل معانا، جاي الساعة 10 ونص 11 روحي مكان ما روحتي، تفضلي قاعدة على السلم. يا ما قعدت على السلم بصراحة وليا الفخر يعني ما فيش حد فيكم أكيد يعني ما قعدت على السلم كتير طبعا، لأن أنا ما كنتش عارفة مواصلات، ما كنتش عارفة حاجة يعني. فالمهم السبميشن، ايه الفرق بين السبميشن وبين السراوندينج؟ السبميشن والسراوندينج ايه الفرق بينهم بقى يا جماعه؟ الفرق ان انت جيتي متاخر وباباك قال لك او قال لمامتك مفيش دخول للبيت بعد الساعه 10، طبعا انت هتبقي فرحانه ومبسوطه، هتزغردي، لا زعلانه، بس غصب عنك هتاخدي الامر، تمام، امين يا رب العالمين، غصب عنك هتاخدي الامر او هتنفذيه وانت متزمته من جواك. ده اللي اسمه ايه يا جماعه؟ ايه السراوندينج. لكن لما نيجي نقول السراوندينج مع الله جل وعلا، انت مش بتاخدوا الامر ان انتم مستسلمين لله، يلا انا هعبد ربنا بقى بس انا جوايا ايه كده يعني، لا، ده انت عندك سراوندينج وعندك سبميشن، الرضا والقناعه التامه. ناس السمك اللي الناس مش عايزاهم يستصعبوا يا جماعه، القناعه التامه ان انت بتقول ايه surrounding and submission and surrounding، يعني الخضوع والاستسلام التام لله جل وعلا بكل الجوارح. لذلك كلمه واحده يا جماعه بتودي وتجيب، وهوريكم حاجه تانية دليل اخر في القران الكريم ممنوع استخدام اي تفسير كده، واروح احط خلي بالكم لان ده بيأثر، وطبعا مش هقدر اشرح اسلامك بالاسهاب لان دي مش اسلامك، بس بقول لكم اللي عايز يدخل اسلامك فليه باع لوحده ويخلي باله، طبعا لازم يكون دارس ماده شرعيه ولازم يكون عنده لغه كويسه جدا عشان يقدر يعمل كونكشن مع الطالب. احنا بنقول او في القران بيقول ربي وربكم الله، ربي وربكم الله، تمام، او حتى جمله او قطعه بتقول، او مثلا الجمله بتقول الله ربي وربكم، خلاص. انت كمسلم عربي انتوا فهمتوا ايه لما قلت لكم الله ربي وربكم؟ يعني ربنا ربي انا، هو ربك، ربي وربك، احنا الاثنين مع بعض في بوتقه واحده. لكن لما اجي الاقي تفسير قران يا جماعه يقول your lord is Allah and my lord او my god، حتى كمان جايبها وحشه جدا، is الله، عارفين ده معناه ايه؟ ده معناه شرك، شرك او معناه شرك. انت بتقول له and عندهم كده، برافو يا مريم، انت كده بتقول لهم your lord، انت ربك اللي انت عارفه هو الله، وربنا كمان يا سيدي هو الله، حطيت and، انت ربطت جملتين. لكن لما تقول له تشيل your lord and my lord وتحط our lord، شايفين الضمير عمل ايه؟ غير في معنى القرآن، our lord يعني ربنا الله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. خلاص يا جماعة، اللهم اجعلنا منهم يا رب. فخلي بالكو نقول نشيل يور، خلينا غير اللون بس عشان الناس تاخد معايا، your lord is Allah، دي جملة لوحدها فيها ايه؟ شرك، فيها تعدد وشرك، فيها المونوثيزم، ويشيل ماي ونحط بدلها ايه يا جماعه؟ اور. ده معناه ان في كلام معين ما اقدرش ما استخدمهوش، تمام، او وي هافينج ذا سيم لورد. جميل. طب الناس اللي بتقول جد جد، وكلنا عارفين ان دي حاجه كلها شرحتها كتير، حضرتك ما تقولش جد، مش عشان في إله
مش عارفه اله الشر واله ما اعرفش ايه والحاجات التعدد، لان حضرتك في الهه اسمها الجادس، في تانيث فغلط حرام. هات احسن الوحشين قول لورد اللي هو افضل شيء الله، مفيش حد خد هذا الاسم الا الله رب العالمين جل وعلا. خلاص يا جماعه. طيب غلطه، لازم استخدم طبعا المصطلحات الاسلاميه ده اكيد. طيب دلوقتي لما كنت بشتغل في الترجمه قلتها لك، مش عارف في ناس عرفتها وما زلت يعني شغاله في الترجمه، استاذي ومعلمي حسام الدين مصطفى حفظه الله اينما كان علمنا كتير، بس كان بيقول لي انت ازاي تترجمي، انت ترجمتي بس ما عندكيش امانه. طبعا انا سمعت الكلمه دي وكنت يعني انهمرت في البكاء وانا مش فاهمه بقى. قال لي انت ازاي تترجمي قطعه من الانجيل وتقولي الله فيها، ومين اللي عنده الله؟ انت لازم تحترمي قدسيه وديانه الناس، يعني ما ينفعش تقولي الله على حد مسيح على الههم، ما تقوليش الله، قولي جاد بتاعهم هم، احنا نتكلم نقول الله. تمام يا جماعه؟ ففي فرق بين المصطلحات، المصطلح ده والمصطلح ده، الصلاه هكذا. يعني هقول لكم برضو حاجه تانية، مين يقول لي يعني ايه كلمه بوينج؟ بوينج طبعا الناس اللي دارسه هتقول البوينج يعني ايه، او كلمه بو. برافو عليك يا مريم، ممتازه مريم. تمام، يعني الانحناء او ينحني. ينفع انا اروح اقول له احنا في الصلاه بننحني؟ طب ما حضرتك الصينيين بيعملوا كده والهنود بيعملوا كده براسهم. طب انت ما حددتليش الانحناء. لا، ده انت لازم تحدد الانحناء لله جل وعلا اللي هو النيلينج. او لو هتقول بوينج وزنقتك الدنيا قوي هتستخدمها وتجيب صوره ان الواحد راكع زاويه مستقيمه هكذا هكذا، عشان هو انت بتركع لله انت تعمل كده مثلا الركوع يروح عامل راسه كده. لذلك المعلمات بيعلموا الصلاه غلط، علم يعني الركوع حتى الاعتدال والسجود حتى الاعتدال والقيام من السجود حتى الاعتدال. خلي بالكم لان ده بيفرق كتير قوي في الصور. فالناس اللي عايزه تشرح اسلامك، حضرتك عايز تشرح اسلامك تعلم كله وتعالى الاسلامك. قول لي بقى الاسلامك ده حاجه لوحدها على جنب، مش معنى انك تاخد قطعه وتاخد كتاب وتشير وتحط على الكتاب وتشرح القطعه وتاخد. لا يا جماعه، في برضه تكنيك. يعني انت هتيجي للطالب هتقرا؟ لا، عرفوا ده ايه وده ايه، الفرق بين الصلاه الصيام ذا صيام اوف مسلمين، وي ديدنت ايت وي ديدنت درينك، تمام، فروم ذا دون تيل ذا كامينج داي بيفور ذا مغرب او براير اوف المغرب، وتشرح وتفهم. انما بقى لما تيجي تتكلم عمرك ما هتشرح. يعني في واحده دلوقتي جت شرحت فبتقول الصيام المسلم كده والصيام المسيحيين، وخدت في المسيحيين وخدها واشتغل ولف بيها الدنيا كده وهو اوزع كده صغنون ولسه بيقولوا ما طلعش من البيضه، والمعلمه لفت حوالين نفسها. فما ينفعش، ما نخدش الثاني. انت شرحت وعملت كومباريزن، عملت مقارنه، يبقى احنا نقول هو ده اللي احنا عارفينه، والفاستنج اوف كريستيانز زي درينك اند ايت بات اتس نوت ذا رايت. لو انت هتشرح تقول له مش هي دي العقيده الصحيحه، اتس نوت ذا رايت عقيده، or it's not the right creeds، مش العقيدة الصحيحة. خلاص يا جماعة، ليه بقول كل الكلام؟ طبعا كل الكلام ده مش يعني صعب انه يتلم في محاضرة وكلام بقى اسلامي فيه باع طويل، والناس يعني بفضل الله الناس اللي عندي متأسسين، مش مجرد ادخل خد قطعة ترجم، ما انا اديكي القطعة في البيت، خدي حبيبتي القطعة هي اسمها الصلاة، احفظيها واحفظي المعاني وروحي تحطيها. لا، ده انا افصصها لك بالحتة زي ما بفصص آية القرآن بالحرف وتتعلمي. احنا بنتعلم مش بناخد الماده روح هنا، مع احترامي ليك. وطبعا انا مش عارفه بس اعبر بالمصري، سامحوني لو اي كلمه فلتت كده وكده، تلطع هنا وتحرم، دي مش امانه. تمام كده يا جماعه؟ فاظن كلمتكم على كله، كلمتكم على الاسلاميك، ويعني ان هو حاجه مهمه مش زي ما الناس بتفتكر وتقول لك بيضحك عليك، مش حاجه اسمها تعال اشرح لك اسلاميك. اللي عايز يسال على الاسلاميك يجي يسال الطلبه بتوع الاسلاميك، يقول لهم انت عارف يعني ايه اسلاميك؟ او الطلبه اللي عندي مش على حاجه، انا طبعا قلت لكم ولا حاجه اصلا، انا بس يعني ايه، الانسان ليه حق ان هو يدافع عن نفسه من اي حد شايف حد في حاله عايز يرمي يحدفه بطوبه وخلاص، انه مهم ان هو يرد عليه. فخلي بالكم اي حد بيحدف بالطوب ما حدش يرد،
ما بردش، محدش يرد خالص، انت شايف حد كويس فعايز تحلفه بالطوب وخلاص. تمام؟ ف زي ما قلت لحضراتكم، اسلامك اللي دخلوا معايا او الناس اللي داخله بتقول اه صح، وانا الاسلامك عشان اشرح اسلامك يبقى لازم ابقى عارفه الفاندمنتالز. الفاندمنتالز ازاي تعلم، امتى تقول ايه، تقول ايه في الصيام، يعني ايه تقول، يعني ايه الفرق بين التحبير والحاجات دي، تقدر تديها الديفينيشنز امتى، امتى تقولها وامتى تقول دي. هي القديمه شغاله حبيبتي، لسه هكملها ان شاء الله. امتى تقولها؟ خلاص يا جماعه، انا بقول لكم بس من يعني، وتكونوا دارسين ماده شرعيه. طب واللي مش دارس ماده شرعيه واتزنق وعايز يشرح اسلامك؟ لا، طالما ما درستش ماده شرعيه، دلوقتي عندك انت هتشرح الصلاه، ادخل على اركان الاسلام الخمسه واقرا واعرف وشوف الدين، وهات حاجه من السنه ومن القران والكلام ده كله، عشان ما ينفعش تعلم علم ما تعلمتهوش، فتكون دارس الحاجه صح، وبعدين هعرفها باللغه الانجليزيه ومفصصها. صدقوني ده هيفرق في مستواكوا قبل ما يفرق في مستوى الطالب. تمام؟ نكتفي بهذا القدر من اسلامك عشان الناس بس ايه ما تعملش مننا. وقلنا العربي ده هنخليه لوحده، وتعليم اللغه العربيه لغير الناطقين بغيرها او الناطقين بغيرها معذره، فده هيكون حاجه لوحدها. لكن احنا اتكلمنا على القران، واتكلمنا على التجويد، اتكلمنا عن حاجات كتير قوي قوي يا جماعه. تمام؟ يعني حضراتكم دخلتوا الدورة ونسبة الاستفادة الحمد لله بفضل كبير. الزوم بيرفع درجة حرارة الجهاز بيفصله لأنه بيستخدم طاقة عالية. عايزة حد كل واحد فيكم دلوقتي يقيم نفسه، سواء دخل في المحاضرات سمعها ما سمعهاش، انت قيم نفسك استفدت بنسبة قد ايه في دورة الجي تي. انت قيم نفسك استفدت ولا لا، ايه هي الاستفادة إن شاء الله، ولكن مش دلوقتي. أسماء بتقول 90. قيموا نفسكم، شوف أنت فهمت إيه، ذاكرت إيه. خديجة بتقول 100. خديجة أصلاً من العشرة اللي أنا اخترتهم، مش عشان أنت بتحبيني يا خديجة، أنا بحبك أصلاً، بس أنت حد ملتزم جداً وبيخاف جداً على الشغل. ومن ضمنهم كمان مريم الشيخ، لأنها حد مكافح جداً وبتذاكر كل حرف بقوله. جميل، يعني الحمد لله الناس استفادت. طب دلوقتي الناس اللي استفادت، مطلوب منك تحضري. هناخد 10، وكمان خلينا نعمل حاجة لوجه الله الكريم، العشرة دول لما يخلصوا والناس كلها تختبر، هنعمل كل أسبوع، كل أسبوع ناخد لنا 5 يشرحوا ونقيم محاضراتهم، والناس تدخل وتستفيد وكلنا نستفيد من بعض. تمام؟ إن شاء الله بإذن الله تستفيدوا جدا، تذكروا المحاضرات دي، وهناخد 10 أسماء، منهم مريم الشيخ وخديجة محمد بدوي اللي أنا فاكراهم. خلاص يا جماعه، مريم حد مجتهد جدا، وخديجه حد ملتزم جدا. تمام؟ ومعاهم الاستاذ احمد مناع، حد برضو ملتزم وكمان يعني واقف معانا كتير جدا. لا، مش هقول الاسماء الان، هنقول القائمه، هختارهم انا والاستاذه اسماء وهنبلغكم ان شاء الله. بعد الاختبار بقى، الاختبار هيكون امتى يا جماعه؟ يوم 20/8 تكون الناس سمعت المحاضرات. يوم 20/8 بالظبط، مفيش تأخير لأي حد، مفيش تأخير لأي حد تماما مهما كان، عشان تبقوا عارفين. خلاص يا جماعة، يوم 20/8 اختبار الجي تي. طب قبل 20/8 هناخد 10 طلاب ب10 محاضرات، هتدخلوا تسمعوا، ادخلوا يا جماعة، لأن التقييم بقى ده العملي عملي، هتستفيدوا. اه ده أنا كنت بدخل أغلط الغلطة اللي أختي دخلت وعملتها دلوقتي، لا يبقى خلي بالي منها. خلاص، يبقى كلنا نبقى عارفين وفاهمين ده ايه. سامحوني بعتذر جدا وهفضل اعتذر على تاخير الدورات، نتيجه للاصابه بالكوفيد 19، نتيجه للقصف بتاع غزه والدنيا اللي اتبهدلت علينا، والنور اللي اتقطع علينا، والدنيا اللي كانت رايحه من عندنا نتيجه عمليه بنت اخويا اللي حطمت حياتي خالص نفسيا، نتيجه زواجي وجالي حاجات كده كلها مع بعض. سامحوني، انا اهو بعتذر لكم جدا جدا، سامحوني والله غصب عني تاخير محاضرات. الناس عارفه ان انا ملتزمه جدا، تاخير المحاضرات ده غصب عني، وان شاء الله الفتره القادمه هكمل كل الدورات. خلاص يا جماعه، ان شاء الله ربنا يبارك فيكم، دعواتكم، اشوفكم على خير ان شاء الله. ذاكروا كويس قوي، مفيش شهاده لاي حد اقل من 95%، مش بدي شهادات كده، مفيش حاجه اسمها شهاده حضور. طب واللي حضر يا دكتوره ده؟ لا، مفيش حاجه اللي حضر عندي، سامحوني ما بديش شهادات حضور ابدا،
شهادة الحضور دي ممنوعة من عندي، ادخل وامتحن وامسكك كده زي ما بيقولوا المصريين، تتغربل وتتسأل وتتشاف وتبقى كده تمام، وبعدين اقول لك فعلا تستحق الشهادة ولا لا. ومش معنى ان انا بقول الشهادة خد الشهادة وروح اشتغل بيها انت كده اوكي، لا، انا ذات نفسي كحنان ما زلت بتعلم وبطور من نفسي. اختباركم يا جماعة هيكون، لا ده انتوا ايه، مش تحريري مش كتابة، انا مش عايزة كتابة، انتوا هتدخلوا الاختبار وهسألكم في كل اللي انا قلته، شوفوا المحاضرات اللي عدت يعني لازم تسمعوها عشان هسأل ما بين السطور. ده هيفيدكم ليه؟ ان انت غصب عنك طبعا متحترم على العين والراس، بس غصب عنك هتضطر تسمع المحاضرة، لانك لو 94 ونص مش هرفع لك النص، مفيش شهادة ال 94 ونص يا جماعة، شهادة طالعة من أكاديمية وحي نيوحة، والحمد لله الناس عارفة سمعة أكاديمية وحي نيوحة كإدارة وكتعليم وسمعتها عاملة إزاي، هتاخدوا شهادة معتمدة ويكفي خادمة كتاب ربها مش هطلعك من تحت إيدي خلاص الحمد لله. طيب تمام، أنا هي الأستاذة بتقول من غير ذكر اسمها طبعا، بتقول جزاك الله خيرا، انا استفدت لدرجه اني قدمت في اكاديميه وقبلت فيها بفضل الله، بقى لي شهر ونص جزيتي الجنه يا رب، جزاك الله خيرا. وانا قلت لكم وخلي بالكم اللي بيدخل دوره الجي تي ربنا بيفتح عليه فتح كبير جدا، وفي ناس كتير قوي اشتغلت، ربنا يبارك فيكم، واتمنى من رب العزه كلكم تشتغلوا. اسال الله العظيم رب العرش العظيم مالك خزائن السماوات والارض التي لا تنفد ابدا ان يمن عليكم بالخير، وأن يمن عليكم بالرزق والبركة في الصحة والعمر والبيت والأولاد، ويرزقكم رزقا حلالا طيبا مباركا فيه يتعجب منه أهل السماوات والأرض. آمين 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 يا رب العالمين. أشوفكم على خير، أشتاق لكم كثيرا، إن شاء الله تابعوا في دورات تانية تكون كويسة. الدورة اللي الناس اللي سألتني على كورس الإنجليش المستوى الثاني هينزل، هيبقى طبعا مدعم ب100 جنيه، كورس الإنجليش هينزل المستوى الثاني، مهم جدا 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 يا جماعة، مهم أكثر من الأول بكتير خلاص. والناس اللي سألتني يوم السبت اللي جاي اللي هو بعد بكرة أو بعد يعتبر بكرة لأن بكرة الجمعة اللي هو بعد بقى الجمعة، حدي آخر محاضرة اللي هي تخص دورة الجي تي وتخص برضو البرايت انجليش، لذلك قلت حديهم الاثنين مع بعض، وان شاء الله محتوى هقوله مش بدي محتوى دلوقتي يا منار، لان انت عارفة ان انا سيد من يدي محتوى ويلاقي الافكار تستخدم وسرق مني كل حاجة، فانت عارفة كل ده ان شاء الله. كورس الاسلامك خلوني بس اخلص المستوى الاول مع الطلبة بتوعي، لان الكورس ده زي ما بيقولوا كده مبسوط فيه، الناس كانتش عايزاني اديه في المكان ده. وخلي بالكم هقول تاني وتالت، مش اي اكاديمية تشتغلوا فيها قبل ما تقبلوا قبل ما تمضوا عقد يا جماعة، اياكوا ومضي العقد ومضي العقد، اسألوا ده مين، اسألوا الاكاديمية ايه وسمعتها كويسة ولا لا تمام، لاني ما زلت للان احارب من المكان. عايز زي ما قلت لكم برضو ان المعلم قرآن بالاوقاف طبعا وحاجة كده وقرآن وكده يقول كلام مش كويس للناس، وطبعا ده عن تجربة خلي بالكم، يعني مش معقولة هو بيقول ايه هتقعدي تخرطي، طب ما احنا بنات، احنا ستات وبنات بنقشر بصل، في واحدة فيكم ما بتقشرش بصل، هتقولي واحدة فيكم ما بتخرطش بصل، كلنا بنخرط بصل. فانا قعدت يقول لي قعدي جنب ماما تخرطي بصل، لا ما قعدتش جنب ماما، انا قعدت بجوزي بس بخرط بصل برضه. فخلي بالكم يا جماعه ان شاء الله لو عندكم حد دخل اكاديميه ابعتوا لي، مش هقول لكم عارفه الناس كلها بس ربنا يعني بشوف الناس كلها وبيعدي عليا ناس وبالخبره 17 سنه عارفه مين كويس ومين سمعته كويس، ربنا يوفقكم يا رب. منهج اسلامك مش هرشح لك طبعا، كل الناس معلمين وعلى راسنا، بس انا ما بشتغلش بمناهج حد، يعني الناس كلها معلمين وعلى راسي كلهم بلا استثناء، وكل الأسماء على راسي ومعلميننا وأساتذتنا، ما بقولش اسم حد، ولكن أنا بشتغل كحنان بمنهج الإسلامي بتاع وحي نيوحة، هتنزل سلسلة الوحي في تعليم الإسلامي مستويات كلها، انتظروها إن شاء الله بس ينزل كتاب نور البيان اللي تحارب واللي اترشى المصمم، خد فلوس عشان يعمل شغل تاني ساب لي الكتاب، واللي اتحرق الهارد بتاع المصمم، واللي اتشفر الفيس بتاعي، طبعا الناس عارفة أن أنا الفيس بتاعي اتهكر ودخلت وتحارب كتير طبعا من حد كنت شغالة معاه
بتعملوا اسم للمكان، بعد ما تعمل اسم للمكان ياخدك ويقول لك ده حق مكتسب وانت بتسرق طلبه. عايز اقول لك مش انا اللي بسرق طلبه، ده ابويا الله يرحمه كان بيقول لي روحي يا بنتي ربنا يحبب فيكي خلقه، ولما اروح اي مكان بلاقي الناس جايه ورايا، لا عمري جيت لطالب ولا عمرنا زي ما بيقولوا المصريين دللنا على طلبه. انا عمري ما جيتش لطالب اقول له تعالى تعالى عندي في الجروب ده، انا بمشي اللينك وبدي المحتوى وتعالى تيجي عايز تتفضل على عيني وعلى راسي من فوق. تنفعني الدوره؟ اه تنفعك. ما تنفعنيش؟ لا والله ما تنفعكش. هذه امانه بيني وبين الله وبين الله جل وعلا وجل وعلا. اه انا بدي تجويد وعندي منهج تجويد، هندي بس تجويد انجليش وبدي نور بيان وبندي اسلامك تحفه اطفال كل حاجه، بس اصبروا علينا يا جماعه كل حاجه. الله يبارك فيكي حبيبه قلبي، كل حاجه هناخدها. اشوفكم على خير، صدقوني والله هشتاق لكم كتير قوي قوي قوي. ما حدش يغادر الجروب، عشان نفس جروب وحي نوحه هو ده الجروب اللي هينزل عليه الدورات المدعمه والدورات الخاصه بالاكاديميه والحاجات اللي هتستفيدوا منها. خليكم موجودين وهيتبعت عليه اللينك ان شاء الله. احبك الذي احببتني فيه ومن اجله، اشهد الله اني احبكم في الله. واخيرا الحمد لله رب العالمين، تم بفضل الله وبحمده يوم السبت اخر محاضره في برايت انجلش اللي هي هتخصكم. اشوفكم على خير باذن الله. ان شاء الله هبعت لكم هذا الجروب، والناس اللي منكم هتبقى متميزه وتقدم في الاختبار معانا وتبقى كويسه ان شاء الله. وهناخد كل جمعه باذن الله، يعني بكره الساعه 9 مساء ان شاء الله عندنا محاضره تصحيح تلاوه. تصحيح تلاوه دي مهمه جدا، وسامحوني مش هفوت لك حرف، مش هفوت لك صفه، مش هفوت هفوه نفس غنى زياده، مش هنسيبها يا جماعه. خلاص اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام عليكم.